ايش رايك نروح نحكي على السينما؟ بلاش ايه ناطرتك انا مشان بلاش تصير هالشي، اشياء شاهدت تانية. لكم. يجونسو مني 여긴 나의 하나뿐인 친구 이종수. 벤이라고 합니다. 혹시 무슨 일 하시는지 물어봐도 돼요? 간단히 말하면 그냥 노는 거예요. 아무도 표시. 마라케스. 저 사람이 너왜 만나는 것 같아? 여기서 베이스가 느껴져. 여섯 가지 울리는 베이스. فهمت شي طارق؟ للأسف لا، بس خبرينا عم بستنى. هلا أنا ناطرتك لا حتى تجي، كانت لتجمعنا مناسبة نقدم هوا الأيام سوا لأعرض هذا الفيلم الذي ذهبت وشاهدته خلال الويك أند الماضي. لا أعرف لماذا خيل إلي أنك أنت من نصحني لذهب ومشاهدته، ربما لأنني أعرف أنك عشت في كوريا الجنوبية لفترة سنوات، هيك صح؟ سنة تقريبا، سنة بس. ولكن ذهبت وشاهدت هذا الفيلم الذي يدعى بيرنينج، شاهدته لكم لأنه وكأنه خب ظنك عم بقرأ ملامح وجهك. هلأ إيه يعني شوي كان صعب علي، وكأنك حتوبخيني مثلا لأني قلت لك لا أبدا. أنت حتى لو كنت أنت من نصحني، يعني بالآخر أنا اتخذت هذه خبرينا الخطوة وذهبت مع أنه المخرج الفيلم هذا، يعني لم أتمكن من مشاهدة الفيلم للأسف حتى الآن، ولكن المخرج لي شونغ دونغ جو بونس، وهذا سادس فيلم طويل 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 له. عموما فور خروجي من السينما غرت قائلة قولوا لمن نصحني بمشاهدته الاختفاء الاختفاء وتجنبي خلال اليومين الماضيين طبعا. ولكن هلأ اهديت، شاهدت فيلم بيرنينج للي شانغ دونغ كما تقول، وهو مثل ما قلت سادس أفلامه الطويلة جدا، ساعة ونصف زائد طبعا زائد ثلث الساعة التي تسبق العرض، ونحضر فيها إعلانات الأفلام المقبلة قريبا. يعني تقريبا بتكون أمضيت في الصالة ثلاث ساعات، أنا التي عندما يتجاوز الفيلم ساعة وربع ببلش خلق يضيء ويحدث أن أغادر الصالة، لكنني لم أغادر. هذا الفيلم ترك له النقاد طارق 4 و5 نجوم، المشاهدين كمان كذلك الأمر، لكن بالنسبة لي مرت أكثر من نصف ساعة على بدايته ولم يحدث شيء. فيلم بطيء بطيء بطيء، نادرا ما يحدث فيه شيء، وقيل لي أنه هيك السينما، هيك السينما الكورية، ما بعرف. هلأ ما بعرف أنا بأي نفسية كمان كنت رايحة، بس المخرج عم يترك لك كل الوقت فرصة للتكهن ولا يعطيك لا إجابة ولا حل. هذه انطباعاتي الأولى، أنا هنا فقط أنتظر وأنتظر وأنتظر، وهذا مصر جميل بالسينما الكورية دائما تنتظر كثيرا لا تقدم لك، وعندما يحدث شيء في هذا الفيلم تحديدا يكون شيء سوريالي. هلأ هناك أمر يعرفه أصدقائي عني، أنا لا أقرأ شيئا عن الفيلم قبل أن أذهب، أذهب وأكتشف. إذن في شيء فيها قصة امرأة تتشابك حياتها مع رجلين، واحد غني والآخر فقير، رجل توصيل يطمح إلى أن يصبح كاتبا، يغرم بالفتاة، تذهب الفتاة إلى كينيا ثم تعود برفقة شاب ثري تعرفه على الفقير الذي أغرته، هي أغرته للفقير كونه رفيق طفولتها وحيا، ثم يلتقي الثلاثة في مناسبات عدة، ويطلع الثري الفقير على إحدى هواياته الخطرة حتى لا نقول إجرامية، والتي هي غالبا ما فتنتني. يعني أنا ما بعرف هذا النوع من الإجرام كيف بيجي، طبعا لن أفسد عليكم متعة مشاهدة الفيلم الطويل الطويل الطويل. هلأ بعدين بتختفي الفتاة وتحل فتاة أخرى مكانها، يبدأ الفقير رحلة البحث عن فتاته، يتلقى مكالمات غريبة حيث الطرف الآخر صامت دوما، نهاية الفيلم عنيفة ولا أجرؤ على التحدث عن جمالها فنيا. شفت قلت شيء يعني شي حلو يعني طيب. فنيا كتير حلوة مع أنها كتير كتير عنيفة. هلأ عندما خرجت ذهبت لأقرأ آراء الناس والنقاد لأعرف ما الذي فاتني ولماذا لست قادرة على إعطائه أكثر من نجمتين، سواء على الإشادة بأداء الممثلين أو السيناريو أو عقد الشخصيات أو صراع الطبقات أو الحبكة أو اللغز. والذي صدمني أكثر شيء اكتشفت أن القصة اقتباس من كاتب أحبه كثيرا ياباني، هاروكي موراكامي، اللي بتبقى
دائما تعقيداته بالروايات اعتقد والسورياليتو اسلم منها في الروايه منها في الافلام. نعم بقيت ساعتين ونصف في الصاله لم اغادر، هناك شيء كان يشدني كي ابقى، وربما ان قرات الروايه يعني قد اسامح المخرج على فعلته. كل ما قلته هنا مجرد راي ومشاعر شخصيه طارق، لا تنطبق يعني بالضروره على بقيه البشر. كويس انه لي شونغ دونغ مش عم بيسمع الينا، ويعني وكويس انه لا يفهم العربيه ربما. احسست اني يعني بالمكان الغلط، اني مش فهماني هل الناس هل قد فعلا لها تقدير فنيا وانا في مكان اخر من هذا يعني. هذا يعني انت شجعتيني هلا كي اذهب واحضر الفيلم، مع اني يعني لست مغرما بالافلام الدراميه الرومانسيه، ولكن شجعتيني بصراحه اروح اشوفه. بس هناك جريمة تحدث وهناك عقدة، ولكن المخرج هذا مخرج مهم. كنت قد شاهدت له فيلم بويتري، وهو فيلم ظهر ربما في العام 2011 أو في العام 2012. أنت تنصحني الآن بأن أذهب وأشاهده يعني؟ لا الفيلم صار قديم. إذا بدك بدور عليه وبعث لك إياه بليز. وبعدين من بطل نحكي مع بعض أطلقتر. لا بس أنا بيهمني أن تشاهد هذا الفيلم، لأن هناك كثير من الناس عن جد أحبوه وأعطوا آراء جيدة جدا. خمس نجوم يعني، ماني فهماني ليش خمس نجوم، ربما أنا إيقاعي هذه الفترة لا يتناسب مع ذلك. بس أقر أنه في كان مشاهد كتير حلوة، في حتى لحظات سوريالية كتير حلوة، ولكنها نادرة وسريعة وتختفي بسرعة. أنا كنت عملت الفيلم ساعة ونص وكان أكيد حبيته لو كان ساعة ونص. طيب سأذهب وأشاهد الفيلم ومن ثم يعني سأحكم على الموضوع. ريتا شكرا على هذا العرض اللي كسرتي المخرج والفيلم فيه. مش لهالدرجة بالآخر، هذا رأيي يعني. أنا أقول دائما أنه دائما مشاهدة الأفلام والشعور بها أمر شخصي جدا، يمكن أنا كتير هيك هيدا شعوري. ولكن أنت تروح تغرم فيه. هل تعتقدي أحيانا أنه ربما المزاج الذي نذهب به إلى السينما قد يؤثر بشكل كبير على تلقينا؟ هذا ما كنت أقوله لنفسي. ليس فقط على فكرة بالفيلم، أنا يعني أنا بقول شخصيا عندما أستمع إلى المزاج والشخص المرافق قد يؤثر صح أيضا على. طيب امسكنا أول الخيط، إذا نطلع موسيقى. نطلع موسيقى تعطيني باقي الخيط. إيه؟